طيب الآن بعد ما تخلص بدنا نكمل الكورس اللي بعده على طول. هذا البايثون حتخلصه لوحدك. الماشين ليرنينج افتح معايا على الماشين ليرنينج. تمام. طبعا اول درس انا عندي انه هاو مودلز ورك، هذه عباره عن توتوريال بدون اكسرسايز. بعد هيك بدنا نشوف البيزك داتا اكسبلوريشن، في انا عندي توتوريال اكسرسايز، بعديها انت حتبني اول موديل بالنسبه لك. تمام. طبعا هنا في عندنا موضوع مهم اللي هو الموديل فاليديشن. انت بتبني موديل بس مش عارف الموديل هذا كويس ولا لا، لازم يكون في اليه للتقييم، والاليه هذه لازم تكون ستاندرد. تمام. ما ينفعش تقول انه انا الموديل تبعي ممتاز والكلمات هذه مش علميه. تمام. فبدنا نشوف ايش هي طرق التقييم. بدنا نتعرف على كذلك الاندر فيتنج والاوفر فيتنج كمفهوم، برضو له علاقة بالتقييم. تمام. بعدها بدنا ندخل على موديل معقد اللي هو الراندوم فورست، وهنا تدخل اول ماشين ليرنينج كومبيتيشن بالنسبة لك. اوكي. طبعا في عندك هنا كيف هيك بخلص الكورس. تمام. بعدي في عندك انه بونس ليسونز انترودكشن تو اوتو ام ال، هذه عبارة عن باكج بتسرع او المكتبه للماشين ليرنينج، ممكن انه انت تنجز الشغل تبعك فيها بشكل سريع. وفي عندك هنا جيتنج ستارتد ويز تايتانيك. تايتانيك هذه عباره عن داتا سيت للركاب اللي كانوا موجوده في سفينه التايتانيك. تمام. فهو بده يعمل بريدكشن انه الراكب هذا سرفايفد ولا لا، بناء على شو الكلاس تبعه والجندر تبعه والايج تبعه وكل هاي الامور. تمام. فخلينا نبدا من البدايه. نعم. طيب الان الامور بالنسبه لي سهله جدا، اللي هو سامبل ديسيجن تري. تمام. مفهوم الديسيجن تري احنا حكينا عنه الجلسه الماضيه بالضبط. تمام. حكيت بحكي لك انه ببساطة إذا كان البيت بيحتوي على أكثر من غرفتين فبالتالي سعره بيكون 188,000، وإذا كان نو بيكون 178,000. ببساطة هذه simple decision tree. إحنا بنينا موديل هيك. تمام. إجينا سألنا أنت كيف بتقيم أسعار البيت؟ بقول لك والله سعر البيت اللي فيه غرفتين واكثر بيكون سعره هالقد، واللي اقل اذا كان ما فيش فيه غرفتين بيكون سعره هالقد. طيب حكيت هل هذا هو العامل الوحيد اللي ممكن نبني فيه نبني منه ديسيجن تري؟ لا، فممكن يكون في عندي اكثر من ديسيجن تري. لاحظ الديسيجن تري الاولى ايش بتحكي؟ إنه does house have more than two bedrooms؟ هنا yes و no. بالضبط. بالضبط. والديسيجن تري الثانية إنه راح عكس الموضوع. فبالتالي ممكن يكون أنت في عندك أكثر من ديسيجن تري لنفس الفاكتور، وممكن يكون في عندك أكثر من فاكتور زي ما بنشوف هنا. انه هنا صار في عندي تفريعات اكثر، انه اول سؤال بيساله انه هل البيت هذا بيحتوي على غرفتين واكثر؟ يس او نو. تمام. واذا كان يس بدك انه المساحه اكبر من 11500 قدم مربع، او انه اكبر من 85000 قدم مربع. وهنا في الحالتين انت عندك يس ونو، وهنا عندك يس ونو، وهنا صار في عندك تفصيل اكثر لسعر البيت. هنا سعر البيت 233,000، وهنا 170,000، 188,000، 146,000. في احتمالين يس ونو، بس في الدوائر مثلا اللي هي تساوي، كيف؟ يعني مثلا لو طلعت
المستويات. يعني انت ماشي، هو ممكن انت يعني تاخذ هنا اكثر اكبر من او يساوي، وهنا اصغر من. اكبر من او يساوي بتصير يس، او اصغر من. كيف؟ لا، هنا شوف انه more than two يعني لازم تكون اكثر من تنتين. يس انه اثنين فاقل. تمام؟ تمام. يعني ما اثنين حلوفة معنا. صحيح. بس هو بيقرأ في جزئية أنا مش عارف وينها بالضبط. بس إيش فايدة التساوي في الحالة؟ كيف يعني إيش فايدة التساوي؟ إذا كان عندك قيمة إنه والله البيت هذا أو مساحة الواقع نفس مساحة الواقع. وين الديسيجن أو وين الاختيار؟ السؤال اللي هو إيش التساوي؟ التساوي بيجي في النو، تمام؟ وهنا لازم يكون انه يعني انه يكون في تساوي. هو بقصد انه تساوي انه الاثنين جايه مع اليس ولا مع النو؟ مع النو، لانه انا بحكي لك مور ذان 2، فبالتالي انه 2 يعني اكثر من 2، مش 2 فاكثر. مور ذان 2 اكثر من 2، فبالتالي اذا كان 2 بيكون مش اكثر من 2، فبالتالي بيكون نو. هنا القصه في الموضوع انه انت بتحكي اكبر من 2 واقل من 2، طب البيت اللي عدد غرفه 2 بالضبط ايش بده يكون تصنيفه، وين بدك تمشي فيه في الشجره؟ فلازم يكون انه في واحده من الاتجاهات. تمام؟ فحاجات هاي ايش بنسميها؟ روت نود. تمام؟ وهاي بنسميهم ليف. يعني المصطلحات اللي موجودة عندي في الديسيجن تري انه هذه عبارة عن ليف بهذا الشكل. فبالتالي بالضبط الان اجى لك بيت جديد، بتروح انت بتمشي في الشجرة، يعني ممكن انت تمشي هذا المسار او هذا المسار او هذا المسار او هذا المسار، حسب الاجابات انت عندك يس ونو، او حسب المواصفات تبعت البيت، الفيتشرز تبعت البيت. تمام؟ هاي بنسميها روت نود، وهذه نود عادية. تمام؟ النودز اللي بتكون في الطرف في آخر مستوى أنا عندي في الشجرة تحت إيش بنسميها؟ ليف نود. بالضبط. طيب السؤال الآن، أنا بدي خوارزمية تبني لي هاي الشجرة. هذول التريز اللي أنا طلعت لك إياهم يعني اللي موجودين هنا، هذول يعني أد هوك، يعني مجرد انه تريز انا حطيت لك اياهم هيك، ممكن يعني اطلع لك ثلاث اربع تريز غيرهم، بس بدنا طريقه دقيقه انه تطلع لنا افضل شجره، بحيث انه يكون التصنيف اللي بتطلعه الشجره هذه الكلاسيفيكيشن او البريدكشن عفوا. ليش؟ لانه انا عندي هنا الهاوس برايس عباره عن نيوميريك، فهذه عباره عن ريجريشن بروبلم، فبدنا الشجره اللي بتطلع لي ادق سعر بيت. فايش ايش ايش ممكن نستخدم؟ اف ستيتمنت. ادق ولا اسرع؟ احنا في ماشين ليرنينج يعني في الغالب احنا بندور على الادق، الاسرع. يعني هذه بروبلم صارت يعني محلوله في وجود الجي بي يو، وفي وجود يعني مكتبات انت عندك زي بتسرع انت عندك البروسيسنج، وفي ظل وجود انت عندك يعني كومبيوتيشنال باور عاليه. انا في وجهه نظري انه ايش انت بدك تعمل، انه اسرع موديل اذا كانت الدقه تبعته سيئه مش مفيد خالص. انت بتدور على الدقه وبعديها بتشوف كيف تعمل اوبتمايزيشن للموديل تبعك. لانه احنا اذا بتتذكر عندك الداتا ساينس لاندسكيب، في عندك هنا سوفت وير انجينيرنج، بعد ما انت تبني الموديل تبعك في الماشين ليرنينج، تمام،
انه هذا مرتبط بالبروجرامينج تمام. بعدين انت عندك هنا في السوفت وير انجينيرنج انه انت بدك تستخدم بارل كومبيوتينج وتعمل اوبتمايز للكود، كيف تعمل ديبلويمنت للموديل تبعك بحيث انه يكون سريع. فهذا الاشي يعني انه يعني بالضبط. طيب الان رحنا على النيكست، على الدرس اللي بعده، انه احنا بدنا نتعامل مع بيانات، بدنا نستخدم الماشين ليرنينج نديها انماط اسعار البيوت حسب مواصفاتها تمام، وهي تروح تبني لي ديسيجن تري. طبعا ايش الطريقه في بناء ديسيجن تري؟ ان انت بتختار عمود على اساسه تعمل سبليت ليكون الروت نود تمام، بيطلع عندك سب تيبل، بتروح بتكرر البروسيس هاي لغايه لما ما يضلش عندك ولا عمود انت تعمل له سبليت. ففي انت عندك اكثر من طريقه لاختيار العمود هذا. صحيح. بالضبط بالضبط. انا برجع بكرر لك اياها كمان مره، لو رحنا هنا على الديسيجن تري انت عندك هنا فصل البيانات على اساس الاوتلوك، كم سب تيبل طلع معك؟ ثلاثة حسب الفاليو. هذه كل السجلات اللي فيها سني، هذه كل السجلات اللي فيها اوفركاست، وهذه كل السجلات اللي فيها ريني، هاي بقية الاتريبيوتس تمام. هجت بعد ما انت فصلت على هذا العمود تشطبه، ايش بضل في عندك؟ واحد اثنين ثلاث اعمدة. فبتروح بتطبق نفس العملية على الثلاث اعمدة هدول، تعمل سبليت بضل عندك عمودين، تعمل سبليت بضل عندك لغاية لما يخلصوا كل الأعمدة تبعك. الليف نود الاوتبوت لا، لانه هو بيكون انت عندك في الليف، بدك تحطه في الليف تحت اذا كان هيو محطوط يس ولا نو، محطوط الفاليوز. لكن هنا عبارة عن النودز تبعتك او الاتريبيوتس تبعتك تمام. فانت في عندك اكثر من الجوريثم، في عندك الاي دي 3 الجوريثم، في عندك السي 4.5، هذه كلها بتستخدم مبدا الانفورميشن جين او الانتروبي، انه بحسب قديش البيوريتي تبع الكلاس ليبل بالنسبه للعمود. واضحه هذه البيوريتي طلع لي على هاي التري. هاجت الاوتلوك راح تطلع على هذا العمود، لقى كل الاوفر كاست انه يس بيلعب جولف تمام. لكن هذا بالنسبه للاوتلوك، تعال اطلع على التمبريتشر، لقى انه قديش عدد مرات اليس وقديش عدد مرات النو، مش انه بيور كتير. ايش يعني بيور كتير؟ انه هل بيقدر انه من خلال هذا الاتريبيوت يقدر يميز الكلاس ليبل، او هل السجلات اللي انت بتطلعها انه هل هي نقيه؟ ايش يعني نقيه؟ انه مجموعه السجلات انه تنتمي لنفس الكلاس. تعال اطلع لي هنا على الاوفر كاست، ايش محطوط هنا؟ يس 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 يس. شايف بيور ولا مش بيور بالنسبه لهذه الكاتيجوري؟ هاي ايش في عندك؟ تنتين يس، واحد نو، ثلاثه يس وتنتين يو نو. وهنا عندك العكس، ثلاثه واثنين. هذا بالنسبه لهذا الاتريبيوت. قيس البيوريتي لاتريبيوت ثاني وشوف قديش انه الكلاس ليبل انه هو قديش انه هو بيور، فبتلاقي انه الاوتلوك هو انقى واحد ان صح التعبير، فبالتالي انت بتختاره. هاي مفهوم الانفورميشن جين. الانفورميشن جين او انه انت تقيس الانتروبي، انه فعليا بتقيس قديش مقدار
انه الكلاس هذا او الاتريبيوت هذا بيور بالنسبه للكلاس ليبل. تمام؟ طيب كيف؟ لا هذا عبارة عن مقياس. يعني انت هنا شوف البيوريتي انت عندك للبلاي جولف، انت عندك هذا المقدار، لقيت هنا جاس للأوتلوك بمعادلة الانفورميشن جين طلعت انت عندك 69. تمام؟ قيسها للاتريبيوتس الثانية، هنا طلعت 24، هنا 29 من 1000، هنا 48 من 1000، هنا. فبالتالي الأنقى اللي هو له أعلى قيمة في الانفورميشن جين كان قديش؟ 69. هاي هذا للأوتلوك. شايف بقيس الانتروبي البلاي جولف الكلاس ليبل بالنسبة للأوتلوك، فطلعت أنت عندك 69. كيف بقيسها؟ هاي المعادلة تبعت الانتروبي. تمام؟ فهنا قاس شاف قديش انه البيوريتي تبعت الكلاس ليبل بالنسبة لليس والنو، هذا للتمبريتشر اوتلوك الويندي والهيوميديتي. بالمناسبة الاوتلوك هيها 24 وهنا 29 من 1000 وهنا 15 من 100 وهنا 4 من 1000. فال 24 هي الانقى، فبتروح تختارها انه هي الروت نود بهذا الشكل، وبتكمل بتعيد هذا الكلام بنفس البقيه بنفس الكيفيه، وعلى هذا الاساس انه صار في عندك بناء لاول مستوى للشجره، وبتكمل البروسيس بنفس الكيفيه. تمام؟ بيطبق الانتروبي لسب تيبل جديد، بروح بستثني فيه الاوتلوك لانه اوريدي احنا عملنا سبليت على اساسه. تمام؟ حكيت معادله هل هي المقياس، مش احنا طلعنا سكور لكل اتريبيوت؟ هل الانتروبي او الانفورميشن جين هي المعادله الوحيده؟ لا، هنا عندي عده خوارزميات، في خوارزميات بتتعامل مع الكاتيجوري داتا، في خوارزميات بتتعامل مع النيوميريك داتا، فهذا الموضوع موضوع ثاني انه ايش طبيعه الخوارزميه هذه وكيف طريقه تعاملها مع البيانات. في خوارزميه بتكون حساسه للميسنج داتا، بتقول لك انا الميسنج داتا ما بعرفش اتعامل معها، فبدك هاي الخوارزميه بدك تعمل هاندل للميسنج داتا قبل، بعديها بتروح بتطبق هاي الشغله. بس احنا يعني ككونسبت انه الديسيجن تري انا ممكن اطلع لك يعني بشكل اد هوك اكثر من ديسيجن تري، بس بدنا طريقه علميه تطلع لي افضل شجره بتكون على اساس الانفورميشن جين او الانتروبي اللي هي بتقيس مقدار البيوريتي تبعت الكلاس ليبل بالنسبه لاتريبيوت معين، ففعلا بتطلع لك افضل شجره. تمام؟ طيب حكيت هذا الكلام، الشجره هاي من وين بدي اطلعها؟ بناء على البيانات. زي ما انت شفت هنا هذا من التيبل هذا رحنا طلعنا التري، فبالتالي بيبدا يقيس الانتروبي لكل عمود، فبدنا اليه نتعامل معها مع البيانات. وهنا بيجي دور الباندا، هنا بيجي دور الباندا. تمام؟ الباندا عشان انه انت تتعامل معها بتعمل import panda as bd بهذا الشكل. فانا ممكن ايش اسوي؟ اشغل لك كيف؟ هذا يعني بتعمل aliasing، يعني اسم مستعار، بدل ما انه انت بتصير تستخدمها، بدل ما تكتب الاسم الطويل بتصير تستخدم الاسم هذا. صحيح صحيح، بس المتعارف عليه في الكوميونتي انه بي دي، والنمبي ان بي، والتنسور فلو تي اف. فبدي اروح هنا على المسار، وشغل نعم
كل ما تشوف الميكروفون بيكون التسجيل شغال. طيب هنا في النوت بوك بدي اعمل نوت بوك جديد وبدي اسميه باندا. بالمناسبة الباندا هاي الباكج ممكن تحكي لها باندا وممكن تحكي لها بانداز، تنتين صح. تمام؟ هاي الباندا ولا باندا؟ لا لا مش تنتين، انا بحكي على 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 النطق، بحكي على النطق. هنا import طبعا ما فيش داعي ان انا انزلها، ليش؟ لانه already يعني pre-installed مع الوين بايثون. تمام؟ لكن لو ما كانتش موجوده بتكتب pip install باندا. تمام؟ هتلاقي في عندك في المدونه هذا الارتكل بوضح الكونسبت انت عندك تبع الباندا. ببساطه الباندا بتخليك انه انت تتعامل مع البيانات. ايش المكونات تبعتها؟ سيريز والديتا فريم. ايش السيريز؟ ببساطه شديده جدا جدا هو عباره عن عمود، مش طاق، عمود. تمام؟ مع ايش؟ مع انديسيز. يبقى انت عندك عمود اسمه ابلز. تمام؟ وهنا في عندك values 3 2 0 1 وهي الاندكس 7 0 1 2 3. تمام؟ هاجيت وفي عندي سيريز ثانيه اورانجز وهي الفاليوز تبعتها. هاجيت الداتا فريم هو عباره عن داتا سيت مكونه من مجموعه من الاعمده ومجموعه من الصفوف. يبقى انت عندك مصطلحين. يبقى انه انت تو جيت فاميليار وذ باندز انه انت لازم تعرف السيريز هي ببساطه شديده عباره عن عمود، والديتا فريم هي عباره عن مجموعه من السيريز او مجموعه من الاعمده وسجلات بانديسيز. تمام؟ الاختلاف انه نتعامل هنا مع انديسيز. فزي ما ذكرت لك انه انت كيف ممكن تتعامل df data frame بتساوي bd dot بستدعي الكونستراكتور tab بيجيب لك الاوتو كومبليشن وبتكتب هنا البيانات تبعتك. البيانات تبعتك انا هعمل feed data بتساوي هذا باراميتر بيساوي. ايش البيانات تبعتي؟ عباره عن dictionary بيفتحها زي هيك. مادام ديكشنري يبقى كي وفاليو. الكي هو عباره عن اسم العمود والفاليو هي القيم تبعت العمود، القيم الفاليوز اللي موجوده في العمود. فبالتالي اول عمود هو ابل ابلز والفاليو عباره عن ليست من القيم 2 4 7. هاي العنصر الاول. العنصر الثاني اورنجز وهنا 3 6 9. لو ايش؟ بنفعش. بنفعش هو يعني بالكولندر؟ نعم. فبالتالي بتلاحظ انه لحاله راح هو عمل الاندكس. تمام؟ وعمل لي داتا سيت ابلز انه عند الاندكس 0. هذه ممكن تعتبرها عباره عن ترانزاكشن لمبيعات، انه الترانزاكشن الاول انه الكاستمر الاول اجى اشترى تفاحتين وثلاث برتقالات. الكاستمر الثاني اربع تفاحات وست برتقالات وهكذا. تمام؟ الان كيف انت تعرف سيريز لوحدها؟ فبالتالي هي اس بتساوي بي دي دوت سيريز. وببساطه ممكن تقول له انه تعطي له ليست انه مثلا 3 4 9 وتشوف الاس هذه الفاليوز اللي هو 2 4 ادالها اندكس. ممكن تدي لها اسم.
تمام؟ بس الفكرة في الموضوع هنا إنه كل حاجة بإندكس، تمام؟ الإندكس هيو 0 1 2 هي أنا عندي ثلاث قيم، وممكن أنت تعمل سيريز ثانية، هذه خلينا نسميها S1 و S2 ممكن نقول A E K تمام؟ يبقى الـ A أخذت الـ Index 0 E أخذت الـ Index 1 و K نفس الشيء نفس الشيء. لاحظ هنا أنه في الـ DF أنه عنده الـ String Representation بروح بعمل له Render كتابل وبروح بعمل له Strides بهذا الشكل إيه بتصورها. لا هذاك أحسن. تمام؟ طيب لاحظ هذا ايش التايب؟ انت 64 وهذا اي حاجة غير الارقام بتعامل معها كأوبجكت حتى لو كانت string بتعاملش معها هنا str بتعامل معها as objects. فهنا ممكن نعرف s3 عبارة عن مجموعة من الفلوتس نعم زي الاستراني نعم فبتلاقي هنا انه فلوت 64 الان بدك تعمل داتا سيت من الثلاث سيريز هدول فبتقول انه بي دي او دي اف بتساوي pd.dataframe فبالتالي انت بتستخدم two constructors السيريز والداتا فريم هدول انه تصير familiar معهم بتقول له data بتساوي تمام تفتح index بهذا تفتح dictionary بهذا الشكل تحكي انه مثلا الكولوم A والفاليوز تبعته اللي هو S1 والكولوم B والفاليوز تبعته S2 بهذا الشكل. فلاحظ انه عمل لك الاندكس بهذا الشكل. تمام؟ فبالتالي التعامل مع البيانات عشان هيك انا بحكي لك الديكشنري مهم جدا جدا في التعامل مع البيانات. الان بدك تختار صف او بدك تختار عمود. انه هاي في قصدك انه بالشكل هذا لا بزبط ليش لا لو عملت انا زي هيك هذا مش ديكشنري ولا لا؟ نعم بيطلع لك بالضبط بيطلع لك اكسبشن انه عدد السجلات انت عندك مش متساوي تمام؟ طيب السلام عليكم السلام 118 جاهز الشباب حمامهم نفس الطابق نرجع للدي اف تبعي هذا بدي ارجع اكرره لانه انا بعتقد رجعت يعني اوريدي عرفت دي اف ممكن اديله باراميتر تاني الاندكس طبعا الاندكس باي ديفولت انه
0 1 2 وهنا ممكن يكون زي الدكشنري انه هنا ممكن تكون عباره بدل ارقام بتكون كيز زي الدكشنري بالضبط. فبالتالي هنا بحكي انه هذا الترانزاكشن تبع ديفيد وهذا تبع جيمس وهذا تبع بوند. نعم العائلة كلها كيف بالضبط بالضبط. لو ما كانش عدد الأعمدة نفس العدد لأنهم بعطيك المستر صحيح. ما أنا بقول لك إنه بدي لك إكسبشن لازم يكونوا نفس الطول لازم يكونوا نفس الطول نفس ال نفس العدد لا تستكون عن أنصر على الاندكس إيش زيرو أو آه بدي لك إنه فاضي يعني إنه هذا سجل فاضي تمام. الآن بدنا نشوف كيف بدنا نختار عمود. اختيار عمود زي الدكشنريز بالضبط ممكن أنت تعمل df جيب العمود تبع الأبلز وأسهل من ذلك طبعا هذه زي الدكشنري بالضبط والأسهل من ذلك إنه أنت تعمل df.apples هذه كتير مريحة إنه أنت بس مجرد تكتب اسم العمود هو صح. أي نعم إحنا عرفناه هنا as a string تمام ولكن هو بيعرفه كأتريبيوت هناك في الكلاس تبع الداتا فريم. فبالتالي دوت الأتريبيوت زي ما كنا نحكي إنه البيرسون دوت ايج مثلا فخلاص بيجيب لك إياه بشكل مباشر. هذا اختيار عمود بدنا نختار صف باستخدام اللوك df dot lock واقول له بدي السجل تبع ديفيد او بدك جيمس تمام. جيمس اشترى 4 تفاحات و6 برتقالات كيف صحيح انت هيك تعمل سيلكت لكولوم ورو بهذا الشكل كيف سيلكت لكولوم ورو. فبتصير انت بتصير زي كانه انت بتعمل سلايسنج انه انت بتختار صف من الاول ومن الصف هذا اختار لي عمود او العكس بالضبط. هنا بدك تجيب عدد التفاحات دوت ابلز او ابلز دوت لوك او خليني احط لك اياها في سيل ثاني عشان تضل لك تمام او من الابلز جيب لي ديفيد جيمس df dot apples dot lock دائما في الصف تستخدم اللوك تمام. يبقى شفنا الاندكس هنا ايش الفكره تبعته والاهميه تبعته. الانديسيز عاده حتلاقيها عندنا في الداتا سيت اغلبها عباره عن ارقام تمام وممكن تكون في بعض الاحيان عباره عن كيز. طيب نشوف بدنا نقرا هذه الداتا سيت من فايل ما عرفناش قبل هيك مجرد داتا سيت. اه صحيح مزبوط. في عندي تو داتا سيت موجوده هنا تمام ممكن اشحن لك اياها على الجيت هاب مباشره. نعم أنا بحكي df بتساوي bd.read
عندك في الريد هنا معظم الفورماتس CSV Excel من داتابيز تقدر تعمل كونكشن على داتابيز وتجيب منها البيانات جيسون في فورماتس كتيرة HTML تمام احنا بدنا نقرأ من CSV فبختار اول باراميتر وهنا بختار اسم الفايل اسم الفايل موجود انا عندي وين موجود انا اصلا موجود في النوت بوكس فبدي اقول له لو سمحت اطلع فوق شويه مستوى بعدها انزل لي تحت على الداتا سيت وهذا الملف تمام فبحكي له انه موجود انا عندي نقطتين سلاش داتا سيت سلاش تاب بعمل لك اوتو كومبليت تمام شوف كيف لا 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 هذه نفس السجلات بس انه احنا بدنا نقرا من فايل تمام طبعا زي ما انت شايف هنا لو هذه الداتا سيت شفتها لاحظ انه انت عندك الكولوم الاول فاضي ملوش اسم واللي هو عباره عن جون وروبرت ليلي وديفيد بالضبط هذا الاندكس اتريبيوت هذا العمود تبع الاتريبيوتس فبالتالي ملوش اسم تمام فهو ايش راح يعمل راح يعتبر انه هذا العمود هيو حط لي اياه unnamed وراح لحاله حط لي اندكس على شكل ارقام 0 1 2 3 فبدي احكي له لا في عندنا اندكس تمام والاندكس هذا ممكن تاخده من العمود هاي بتحط لي باراميتر ثاني هنا بقول اندكس كولوم بتساوي ايش ترتيبه زيرو هيك اخذ لك اياه شايف الفرق بين هاي وبين هاي تمام لو كان عندك كي بتقول له رقم العمود اللي يعتبر ك اندكس عندك تمام يبقى الملخص تعرفنا عن الباندا الباندا هي عبارة عن مجموعة من سيريز هذه بتشكل لي حاجة اسمها داتا فريم شفنا كيف نختار صف كيف نختار عمود وشفنا كيف انه احنا نحمل بيانات من فورماتس مختلفة وجربنا على السي اس في وهذا اللي احنا حنتعامل معه الان بدنا نرجع وين على هنا هذه خلاص صارت بالنسبة لك انه import pandas as bd هتلاقي هنا ملبورين file path فهنا ادالك انه المسار تبعك انه هو موجود في المستوى الاعلى input ملبورين housing snapshot ملبورين data.csv كيف؟ بالضبط وهنا بده يقرأه ملبورين data bd.read.csv صار بالنسبة لك هاي الامور واضحة صح؟ تمام؟ وهنا في عندك شغله كثير مهمه اللي هي الديسكرايب ايش الديسكرايب فعليا بتروح بتجيب لك انه كل اتريبيوت والستاتستكس عليه ايش هي الستاتستكس اللي بجيب لك اياها الكاونت والمين والستاندرد ديفيشن والميم وانت عندك قديش العدد اللي 25% كم بشكله انت عندك انه الروم 2 تمام وثلاثه عدد البيوت اللي فيها ثلاث غرف بشكله 50% تمام وين هالديستانس تك تك صحيح انه هو بتعمل مع سجل ككامل انه هنا ثلاث غرف وهنا ثلاث غرف بس المواصفات الثانية مختلفة انه قديش البرايس يعني انت عندك 50% من البيوت فيها ثلاث غرف وسعرها هالقد و75% انه ثلاث غرف بس سعرها مختلف ليش لانه في اتريبيوت ثانيه مختلفه اللي هي الديستانس وقد ايش البوستال كود
وقديش المساحة تبعت البيت وقديش كل هاي لك. تمام؟ الابلز لا بعمل شكلين للقبل، بياخذ اول عمود انه هو عباره عن عمود عادي، والعمود الثاني اللي هو الابلز هو بعتبره الاندكس. ياخذ كل الاعمده عادي، والاتريبيوت اللي انت بتحدده كاندكس كولوم هو باخده كاندكس، والباقي يعني بعتبرهم اعمده عاديه. تمام؟ يبقى هنا زياده انت عندك على الموضوع هنا، يعني ممكن اجيب لك انه ايش هي الدوال اللي انت ممكن تستفيد منها هنا. df.describe بهذا الشكل بجيب لك المين والماكس والكاونت وكل هاي الامور. تمام؟ هاي بالمناسبه ممكن تتاكسها، تاكس الصف يصير عمود والعمود يصير صف. كيف؟ هيك ريدبل اكثر. تمام؟ انه الابلز انه الكاونت انت عندك اربع سجلات، والاوريجنز كذلك اربع سجلات. قديش متوسط الفاليو هنا؟ 1.5 وهنا 3. وهنا هذا ستاندرد ديفيشن، المينيموم 0 والماكس 3 وهنا الماكس 7، وهذه توزيع ال 50 ال 25% وال 50% وال 75%. هذا بالنسبه ل describe. في عندك برضه دوال ثانيه df.head بجيب لك اعتقد اول خمس عناصر، وممكن تحكي له head 2 بجيب لك اول عنصرين. برضه كذلك عندك tail بجيب لك اخر كذا سجل. هنا باي ديفولت زي ما حكيت لك اعتقد انه يا 10 يا 5، حكيت حيبين معنا مع الداتا ست الكبيره. تمام؟ يبقى عندك الديسكرايب والهيد والتيل، هدول عبارة عن دوال انت ممكن تستخدمها في استكشاف البيانات. تمام؟ تختار اعمدة معينة وبتعمل ديسكرايب لهذا العمود. ما هو انت لما تختار سب تيبل مش هذا برضو داتا فريم؟ ممكن تستدعي ديسكرايب للسب فريم. هم فبتختار تعمل سيلكت لمجموعه من البيانات وبتعملها ديسكرايب، فبالتالي بدي لك يعني انسايتس اقرب لاتريبيوت معينه او سجلات معينه. تمام؟ طيب الان بيجي دورك، فبتروح هنا على الاكسرسايز. ممكن تفتح معايا الاكسرسايز؟ تشغل السيت اب. تمام؟ هيو اعطي لك المسار تبع البيانات، بس مطلوب منك انه انت تقرا البيانات. تمام؟ انا اوريدي يعني مريت على الاكسرسايز بشكل سريع. تمام؟ فمطلوب منك انه انت تعمل لود للداتا سيت، لود باستخدام ريد سي اس في، بعدها مطلوب منك تعمل ريفيو للداتا سيت باستخدام الديسكرايب. والديسكرايب هذا ممكن انه انت زي ما حكيت انه انت تعكسه، تعمل له ترانسبوز الصف عمود والعمود صف، بيكون انه ريدبل اكثر بالنسبه لك. تجرب التيل وتجرب الهيد بباراميترز مختلفه، ممكن تعمل انسرت لسيلز قد ما بدك، وتعمل بلاي والديتا وتشوف كيف بتصير الامور معك. تمام؟ وبعديها ممكن انه نطلب انه اللوت اريا بدنا نجيب المتوسط، فبنختارها زي هيك. تمام؟ لانه هنا كاتب في السؤال what is the average lot size rounded to the nearest integer. تمام؟
فهنا انا كنت حاطط سيلز اضافيه بجيب انه انا كيف بختار بالضبط الافرج لاتريبيوت معين، بديش كل التيبل، بدي الافرج لاتريبيوت معين وكيف اعمل له راوند باستخدام داله الراوند بهذا الشكل. تمام. وبده سؤال هنا as today as of today how old is the newest home. اجدد بيت انا عندي في الداتا سيت متى انبنى؟ 2010 2017 كيف بدك تجيبها؟ انه يعني لو كان 2010 بيكون له 10 سنين اللي هو السنه الحاليه ناقص تاريخ البناء. تمام. فبالتالي هنا عندك انه now dot year جبتها من الديت والتايم ناقص انه الماكس المين اللي هو اقدم بيت والماكس احدث بيت. تمام. بالنسبه للسنوات الير بيلت. تمام. فتقريبا انه هي سؤالين بالنسبه لو انت تعمل سكرايب للديتا. فانت ايش ممكن تسوي الان؟ انه بدي اياك تمشي على الاكسرسايز وتورجيني انه انت خلصت عشان نطلع بريك. سرعة خروجنا للبريك بيعتمد عليك.